نشرة مسائية مفصلة من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. مساء الخير. من غير الواضح بعد إذا ما إذا كان يراد لربيع السودان ألا يثمر زهره تحقيق مطالب المحتجين طوال 3 أشهر ونيف، أي سلطة مدنية أو مدنية تمثل تطلعاتهم بمعايير الحدود الدنيا من الديمقراطية. لكن من شبه الواضح أن المجلس العسكري الانقلابي الذي لم يثلج صدور السودانيين أوصل رسالة سلبية إلى المجتمع الدولي عبر إعلانه عدم تسليم البشير للمحكمة الدولية، ملوحا بمحاكمته محليا، علما أن المجلس العسكري هو صنيعة البشير نفسه. الخوف نفسه يتملك الجزائريين من استمرار تركة نظام بوتفليقة في القرار السياسي بالرغم من تحديد موعد لانتخاب الخلف، فشهد اليوم كغيره من أيام الجمعة حشودا كبيرة من المتظاهرين في العاصمة ومدن أخرى. محليا، وفد من الكونغرس الأمريكي يجول في لبنان مستطلعا الرأي حول التطورات السياسية وملف الغاز. هيئة مكتب المجلس النيابي رتبت لجلسة الأربعاء التشريعية. وفي طرابلس يتحرك الرئيس الحريري داعما ديما جمالي في انتخابات الأحد. إذن الرئيس عون الذي التقى وفد الكونغرس الأمريكي شدد على رفض ضم الجولان لإسرائيل لأن فيه مزارع شبعة. وصل وفد من الكونغرس الأمريكي إلى لبنان في زيارة استطلاع على الأوضاع اللبنانية وعلى موقف الدولة اللبنانية من التطورات الأخيرة، لا سيما في مجال معالجة أزمة اللاجئين السوريين. الوفد استهل جولته بزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الذي أكد أمامهم أن قسما من هضبة الجولان السورية المحتلة يضم أراضي لبنانية وهي مزارع شبعة وتلال كفر شوبة التي يرفض لبنان رفضا قاطعا جعلها تحت السيادة الإسرائيلية ومن حقه العمل على استعادتها بكل السبل المتاحة. وإذ أكد الرئيس عون التزام لبنان الكامل بتطبيق القرار 1701، نوه بالتعاون القائم بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفل ما حقق استقرارا على طول الحدود الجنوبية ما زال قائما منذ 13 عاما. وضم الوفد كلا من نائب رئيس مؤسسة الأمم المتحدة بيتيريو وأعضاء من الكونغرس الأمريكي آدم كيزنجر، فيسنتي غونزاليس وكلاهما من لجنة الشؤون الخارجية، وتوم غريفز من لجنة الاعتمادات في الكونغرس الأمريكي. الوفد انتقل إلى مقر الرئاسة الثانية في عين التيني والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري. في القصر الجمهوري، البطريرك الماروني أكد أنه مع التقشف المالي شرط ألا يكون على حساب الفقراء. أعلن البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي أن رئيس الجمهورية أبلغه أن الأسبوع المقبل سيشهد درس مشروع موازنة العام 2019 وأن مسيرة مكافحة الفساد مستمرة وأن المشاريع التي تشكل أساسا للنهوض الاقتصادي ستنفذ تباعا بهدف الاستفادة من الأموال الموعودة في مؤتمر سادر سواء كانت هبات أو قروض. بنقول للجميع أنه لا، الحمد لله هاللي صار وهاللي بده يصير هلأ وراء بعضهم بالخطة اللي موجودة هيدي بتقلنا ننشرح انه الامور ماشية الى الانشراح ولازم كلنا نعرف نتعاون وكلنا نساند كل واحد من موقعه، لانه الدولة ما بتقوم بس برئيسة ورؤساء والمسؤولين لكن الدولة بتقوم بشعبها. وأكد البطريرك الماروني أن الرئيس عون أبلغه أنه تفاهم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على معالجة أزمة النازحين السوريين. لأنه أنا بدي أقول لما نحن منقول بضرورة ووجوب عودة النازحين السوريين اللي هن العدد الأكبر عنا، لا بغضا ولا حقدا ولا كرها، أولا من أجلهم هيدا وطنهم، هيدا دولتهم، هيدا ثقافتهم، هيدا تاريخهم، هيدا حضارتهم. إذا ما رجعوا بكون عم يعملوا الحرب الثانية بإيدهم. الحرب الأولى اجت كسرت وهدمت الحجر عندهم، الحرب هلأ بإيدهم،
عم بكسر هويتهم وسقفتهم. الرئيس عون تلقى من الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأبا نعم طله هاشم يرافقه أمين السر العام للرهبانية الأب ميشيل أبو طاقة ورئيس جامعة الروح القدس في الكاثوليك الأب البروفيسور جورج حبيئة دعوة لحضور رتبة سجدة الصليب يوم الجمعة العظيمة في جامعة الروح القدس في الكاثوليك وفي قصر بعبد الممثل الشخصي للرئيس عون في المنظمة الدولية الفرانكوفونية جارجورة حردان الذي أطلع رئيس الجمهورية على التحضيرات الجارية لفتح المكتب الإقليمي للمنظمة في بيروت السنة المقبلة. ونقل جارجورة إلى الرئيس عون رسالة من المديرة العامة للمنظمة أعلمته فيها عن تعيين اللبنانية زينة مينا مديرة للألعاب الفرانكوفونية في المنظمة والتي سيكون مقرها في باريس. الرئيس بري رأس اجتماع هيئة مكتب المجلس تحضيرا للجسد التشريعي الأربعاء المقبل والتي ستكون مشاريع القوانين فيه قليلة لكن مهمة. ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماع هيئة مكتب المجلس بحث في مشاريع واقتراحات القوانين التي ستكون مدرجة يوم الأربعاء المقبل. النائب مروان حمادي أشار بعد الاجتماع إلى أن الجلسة كانت سلسة وأضاف الرئيس بري لفت إلى أن خطة الكهرباء ممكن أن توفر 250 مليون دولار موضحا أن على جدول الأعمال مشروع ينتظر أن تبت فيه لجنة الأشغال الاثنين متمم لخطة الكهرباء. وأشار حمادي إلى أن عددا من الوزراء لم يكن على استعداد للإجابة على بعض الأسئلة في جلسة الأسئلة والأجوبة. واللي سمعناه من الرئيس بري أنه يمكن في موضوع الهدر بالكهرباء نقدر نوفر حتى بأول سنة على الأقل 250 مليون دولار إذا صار في تنفيذ دقيق للجباية ولمعالجة الهدر التقني والهدر الإداري. بين اقتراحات القوانين ما تيسر من اقتراحات خلال الجلسة في ضوء مناخ النواب وتلقفهم لهذه الاقتراحات منتصرف في منهم طبعا اقتراح قانون بيرجع بيفتح المهل بالنسبة للترشيح للمجلس الدستوري لأنه في إحدى الطوائف ما عاد فيها إلا مرشح واحد لأنه المرشح الثاني صار وزير عدل. فرح نرجع نفتح المهل لشهر وسنطرح الاقتراح على مجلس النواب. الرئيس بري عرض التطورات مع وفد من الرابطة المارونية برئاسة النائب نعمة الله أبي نصر الذي رأى أن الحوار هو السبيل الوحيد للحفاظ على سيادة لبنان. تحدثنا أيضا عن معضلة النزوح السوري وعن المشاريع التي أعدتها وتعدها الرابطة المارونية ومنها تعديل قانون تملك الأجانب لجهة تنفيذ المادة 11 حيث أن الأجنبي غير اللبناني الذي يشتري أرض عليه ضمن 5 سنوات أن ينفذ الغاية التي من أجلها اشترى هذه الأرض. الرئيس بري عرض التطورات المحلية والإقليمية والأمنية مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. رئيس الحكومة سعد الحريري جال في طرابلس عشية الانتخابات النيابية الفرعية محطات بارزة وتأكيد على أن حصة الشمال وطرابلس أكثر من 20% من مخصصات سادر ومن دارة ريفي يقول الدم بيصير مي. قبل ساعات من الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس جولة لرئيس الحكومة سعد الحريري حملت في طياتها مواقف سياسية بارزة ووعودا إنمائية. الرئيس الحريري زار الرئيس نجيب بقاطي الذي لفت إلى أن الوحدة التي نراها اليوم هدفها دعم رئاسة الحكومة وحفظ توازنات في البلد وأيضا من أجل مصلحة طرابلس. بدوره رأى الحريري أن الانقسامات التي كانت حاصلة في طرابلس وفي كل لبنان أوصلت إلى حال الشلل وقال اليوم هدفنا إعادة العمل إلى المؤسسات للنهوض بلبنان لأنه يواجه ضائقة اقتصادية. وعد دولة الرئيس أنه حيكون لطرابلس حيز كبير إن كان بموضوع المشاريع المطروحة حاليا. المشاريع المطروحة حاليا اتفقنا على سلسلة من الاجتماعات بدها تصير كمان لحتى إذا في أي نقص إذا كان في أي نقص إنه نقدر نعوضه. وبنفس الوقت طلبنا كمان إنه لأبناء طرابلس وبنات طرابلس يكون لهم دور في الإدارة اللبنانية. الحريري الذي أدى صلاة الجمعة في مسجد السلام في طرابلس إلى جانب الوزير السابق لواء الشفريفي وعدد من نواب طرابلس والشمال وحشد من المواطنين زار الوزير ريفي الذي أكد أن الأخوة يبقون أخوة والدم ما بيصير مي.
الحريري أشار إلى أن كل القوى السياسية اليوم متفقة حول وجوب القيام بالإصلاحات والتقشف ومحاربة الفساد. لا نعترف بأي سلاح غير شرعي إلى سلاح الدولة اللبنانية، سلاح الجيش اللبناني، سلاح قوى الأمنية، سلاح المؤسسات الأمنية الرسمية فقط لا غير. ده ما يصير معنا. ونحن يعني مسار طويل مشينا مع بعض، يمكن في محلات اختلفنا ولكن بالآخر المطاف نرجع إلى جذورنا. الحريري وفي إطار جولته التقى الوزير والنائب السابق محمد الصفدي الذي طلب من الرئيس الحريري أن يكون طرابلسيا للسنوات الثلاث المقبلة وأن يهتم بطرابلس. من جهته الحريري أشار إلى أن طرابلس والشمال لهما حصة تفوق 20% في مؤتمر سادر، وأكد الحريري أن ديما جمالي بنت هذه المدينة والتي أنجزت الكثير في حياتها العلمية نحن في حاجة إلى أمثالها. والبعض اليوم عم يشكك أنه شو حصة الشمال وشو حصة طرابلس وكل هيدا الكلام، بس إنه ياريت بيقروا سادر نشوفوا شو في سادر، لأنه كل هالتنظير وكل هالحكي كل أساسه أنه تكسير بنوايانا بالنسبة لأهل طرابلس وأهل الشمال. طرابلس والشمال يعني لهم حصة فوق 20% من كل سادة اللي هو تقريباً 10.8 مليار اللي أخذناهم أول مرحلة الأولى هي 10.8، وكل المناطق اللبنانية حيكون لها حصص. ميزة سادر انه عن جد لاول مره بينعمل مشروع متوازن لكل المناطق اللبنانيه. الحريري التقى شخصيات سياسيه طرابلسيه خلال جولته، فالتقى النائب السابق مصطفى علوش والنائب محمد كبار. أهلا بكم من جديد. الرئيس اليوناني زار البلماند وحضر القداس إلى جانب عدد من المسؤولين. أشار الرئيس اليوناني بعد لقائه بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازيجي في دير سيدة البلماند إلى أنه يشعر بعمق مكان وجودي وبحجم الوديعة التي يحافظون عليها، وقال نحن هنا في كنيسة انطاكيا ولا يجوز لنا أن ننسى جذورنا، جذور المسيحية الرسولية في هذا المكان. الرئيس اليوناني شدد على أنه لابد أن نتذكر القوى العظمى لهذه الكنيسة وأن نقوم بواجباتنا تجاهها لأنها مهد المسيحية. الرئيس اليوناني كان حضر القداس الإلهي في الكنيسة إلى جانب عدد من المسؤولين ورجال الدين. قائد الجيش العماد جوزيف عون تفقد معهد التعليم في ثكنة محمد مكي في بعلبك، مطمئنا العسكريين إلى أن حقوقهم محفوظة بخاصة فيما يتعلق بالتعويضات. تفقد قائد الجيش العماد جوزيف عون معهد التعليم في ثكنة محمد مكي بعلبك، حيث جال في أقسامه والوحدات التابعة له واطلع على سير العمل فيها، ثم اجتمع بالضباط والعسكريين وزودهم التوجيهات اللازمة. العماد عون شدد على أن تضحيات الجيش اللبناني جعلت المواطنين يقفون إلى جانبه، مطمئنا العسكريين إلى أن حقوقهم محفوظة بخاصة فيما يتعلق بالتعويضات. الرئيب هو عصب الجيوش، بدكم تطلعوا لبرا تتحملوا مسؤولية، وهذا شرف كبير إلكن وإلنا. بس تعرفوا أنتوا حياة العسكرية منا حياة سهلة، رح تطلعوا تشوفوا الحقيقة الحياة العسكرية برا، فيها تعب، فيها سهر، فيها قعدة بالشوب، فيها قعدة بالبرد، وأكيد مقتنعين باللي رح تشوفوه وتوجهوه، مسلحين باللي تعلمتوه خلال هالفترة اللي قعدتوها بمدرسة الرتبة. من جهته قدم قائد معهد التعليم العميد الركن مارون مهنا إيجازا عرض فيه التحديثات التي أدخلت على المناهج التعليمية في المعهد، وفي الختام غرس قائد الجيش أرزة في باحة مدرسة الرتباء. كاميرات مراقبة في مراكز الامتحانات الرسمية، ووزارة التربية تدحض نظرية الصفقات والدور ينحصر فقط بالمراقبة، فماذا قالت رئيسة دائرة الامتحانات لتلفزيون لبنان؟
تركيب كاميرات مراقبة في مراكز الامتحانات الرسمية خبر شغل التلامذة فامتلأت صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بسؤال واحد: هل فعلا سيتم ذلك؟ الجواب نعم، فالخبر ليس بمسحة. في تعميم صدر عن وزير التربية، تعميم رقم 21، وهذا التعميم بيطلب من المناطق التربوية إجراء استدراجات عروض لتركيب كاميرات بكافة مراكز المعتمدة للامتحانات. إذا في مركز امتحان ما فيه كاميرا، أنا مستعدة طلع اقتراح للوزير أنه نلغي كله. ليه هيدي الخطوة مش غيرة أو شيء؟ نحن هيدي خطوة من سلسلة خطوات يعني عم بيقوم فيها وزير التربية. 21 مفتشا تربويا فقط منتشرون على أكثر من 250 مركزا في كل المحافظات. أمام هذا الواقع أتت هذه الخطوة لتصب في مصلحة التلميذ أولا، وللحد من شكاوى الأهالي، وبالتالي تأمين جو هادئ ومريح. في بعض السوشيال ميديا كتبوا انه هيدا خوف للتلميذ، بالعكس نحن عملناه لنريح التلميذ بقلب المركز وللحفاظ على حقوقه، ولانه نحن بدنا انه المراقب يحترمه وهو يكون محترم الامتحان. ما هو رأي الطلاب بهذه الخطوه؟ وهذا توتر عم يزيد للطلاب ما اكثر، عرفتي كيف؟ يعني حتى انه الكاميرات شو وين رايحين يعملوا امتحانات ما اكثر. انت بتوترك فكره الكاميرا؟ هلا انا اللي بيدرس ما بيتوتر، بس انه تقريبا معظم الطلاب بيتوتروا. بحس حتشوفوا كثير سقوط. امتحانات رسمية عم بصير في تنقيل، واوقات الفوضى ما عم تصير، ما بيقدر الواحد يضبطها، فالكاميرات بتضلها تسهل الموضوع على المراقبين. بس عم تعمل شيء غلط، ليش بدها تخوفك؟ يعني ما حيتغير شيء. انه التلاميذ بيكون عليهم ضغط خلقه من قصه تقديم الامتحانات ودرس ووجع انه بدهم، اذا بدهم ينجحوا ولا لا. وكمان هالشغلة بزيد عليهم انه في كاميرات وحدا عم بيراقبهم. ولكن ماذا عن كلفة هذه الكاميرات وعلى حساب من تأتي؟ كل مدرسة بتدفع من صندوقها هلا هيدا المبلغ. يعني هو استدراج العروض بيصير بكل منطقة تربوية، كل منطقة تربوية قادرة تعمل استدراج عروض. ليه عملناها بكل منطقة تربوية مش ما خلينا كل مدرسة؟ لحتى يكون في مواصفات وحدة. في حال في ثانوية او مدرسة ما عندها القدرة انها تكفي، قدراني المنطقة التربوية او السنوي، صندوق التعاضد السنوي او صندوق التعاضد بالمنطقة التربوية هو يمولها. نحن كدائرة امتحانات وحدة معلوماتية، نحن بس يعني بالاخر بدي اتأكد انه هل الكاميرايات اقدر انا اربطهم بالسيرفر هوني، هيدي بس هيدا هو اللي بتأكد منه وقت يصير التنفيذ. يعني هيدا هو دور الوزارة. خطوة وإن كانت غير مسبوقة وجيدة، فهل ستبلغ الهدف المرجو منها بالحصول على شهادة محترمة على حد تعبير وزير التربية وبشهادة عدسات الكاميرات وتدحض نظرية الصفقات؟ العبرة تبقى بالتنفيذ، فالامتحانات الرسمية لناظرها قريب. أخبار محلية متفرقة في هذا الشريط. التقى وزير الإعلام جمال الجراح سفير مصر والمغرب في لبنان، كما التقى وفدا من نقابة المحررين، وكان عرض لآخر التطورات وشؤون المهنة. أكد وزير الزراعة دكتور حسن اللئيس على دعم قطاع إنتاج الدواجن وإنتاج البيض ومساعدته في توفير الأسواق الخارجية له، مشيرا إلى دعمه لعمليات مكافحة التهريب والتشدد الأمني على الحدود. كلام اللئيس جاء خلال استقباله في مكتبه وفدا من نقابة الدواجن. برعاية عقيلة رئيس مجلس النواب السيدة رندا عاصي بري ممثلة بالنائبة عينيا عز الدين، أقيم في بارك أوتيل شتورة احتفال نظمه مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل لإطلاق البرنامج التوعوي لحماية الليطاني، وحضر الاحتفال عدد من نواب منطقة البقاع الأوسط وحشد من رجال الدين المسلمين والمسيحيين. في الوروار أقيم احتفال تخريج جنود متمرنين إناث لواء الدعم فوج الهندسة بحضور رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم ممثلا قائد الجيش العماد جوزيف عون. نظم المجلس العربي للعلوم الاجتماعية مؤتمره الرابع بعنوان السلطة والحدود والإيديولوجيات في المجتمعات العربية ممارسات وتصورات في بيروت، ويعد المؤتمر الذي ينعقد كل سنتين في العاصمة اللبنانية محطة مفصلية في مسيرة الارتقاء بالعلوم الاجتماعية في المنطقة العربية. في دورس البقاعية تم افتتاح المبنى الجديد للبلدية بحضور حشد من الفعاليات. اعتصم عدد من رؤساء بلديات قضاء سور مطالبين بدفع المستحقات للبلديات، ونبقى في سور حيث عقد مؤتمر صحفي تم في خلاله إطلاق العديد من النشاطات السياحية.
لمناسبة ذكرى 13 من نيسان وضعت أكاليل من الزهر على عدد من أنصب الشهداء في مناطق دوك مصبح وجلتون وغسطة وحياطة وكفر دبيان وحراجل ووطى الجوز في كسروان بحضور رئيس الأقليم بشير مراد وحشد من المحاسبين من منطقة كسروان الفتوح. وقد شددت الكلمات على ضرورة الاتعاظ من تجارب الماضي والبقاء أوفياء لدماء الشهداء التي روت أرض الوطن. أهلا بكم من جديد وإلى أخبارنا العربية والدولية. المجلس العسكري السوداني يعلن أنه لن يسلم البشير إلى المحكمة الدولية ويشير إلى إمكان محاكمته في السودان، ويطلب من الأحزاب تحديد ممثليهم لحوار وطني حول المرحلة الانتقالية. في محاولة للخروج من الأزمة التي يعيشها السودان منذ أكثر من 4 أشهر، أعلن المجلس العسكري الانتقالي الذي شكله وزير الدفاع السوداني عوض محمد بن عوف عقب عزل الرئيس عمر البشير عن لقاء جامع مع القوى السياسية، يليه لقاء مع الدبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين لدى الخرطوم وفق ما قالت وكالة الأنباء السودانية. وذلك يأتي بعد ساعات من تأدية بن عوف اليمين رئيسا للمجلس العسكري الذي سيقود شؤون السودان لمدة 2 سنين. ونقل التلفزيون الحكومي أن قائد الأركان كمال عبد الرؤوف تم تعيينه نائبا لرئيس المجلس العسكري في السودان. مراسم أداء اليمين هذه التي جاءت لتنهي حكم البشير الذي استمر لثلاثة عقود وبعد قرابة 4 أشهر من التظاهرات لم تكن خفيفة على قلوب السودانيين، فقد نزل خبر تولي المجلس العسكري مقاليد السلطة في البلاد كالصاعقة على الجماهير المطالبة بحكم مدني وتداول في السلطة، خصوصا بعدما كشف بن عوف عن الإجراءات التي صاحبت الانقلاب وهي تعطيل الدستور والمسار الانتخابي وإعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر، إضافة إلى إغلاق المجال الجوي لـ 24 ساعة. وقد دعت قوى المعارضة المتظاهرين إلى الاستمرار في المسيرات الاحتجاجية حتى إقامة نظام ديمقراطي. إلى ذلك دعت الولايات المتحدة الأمريكية الجيش السوداني إلى ضبط النفس وإفساح المجال أمام مشاركة مدنيين في الحكومة في وقت أسرع بكثير من عامين. كذلك دعا الاتحاد الأوروبي الجيش السوداني إلى نقل السلطة سريعا إلى المدنيين. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية طالبت السلطات السودانية بتسليمها البشير لاتهامه بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية في دارفور عام 1994. البابا فرانسيس على خطى المسيح يقبل الأرجل من أجل السلام. استبق البابا فرانسيس خميس الأسرار الذي يصادف الخميس المقبل لدى المسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي، وعلى خطى السيد المسيح الذي غسل أرجل تلاميذه وقبلها قبل تسليمه للصلب، قام رجل السلام البابا فرانسيس بتقبيل أقدام زعماء جمهورية جنوب السودان المنقسمين، وذلك خلال اجتماع عقد في الفاتيكان بهدف مساعدتهم على تعزيز اتفاق السلام الذي يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية في البلاد. وقد نشد البابا فرانسيس الزعماء بالحفاظ على السلم واحترام الهدنة التي وقعوا عليها واحترام التعهد بتشكيل حكومة وحدة وطنية الشهر المقبل، وقال البابا: أطالبكم كشقيق أن تحافظوا على السلم، أسألكم من كل قلبي لنتقدم، دعونا ننجح ونحل المشاكل. وقد بدأ الزعماء في حالة من الدهشة الكبيرة حيال ما أقدم عليه البابا الذي كان وصف منذ أيام الاجتماع بأنه خلوة روحية. وقد شارك في الاجتماع سالفا كير والنائب الأول له، زعيم المتمردين سابقا ريك ماشار، والنواب الأربعة الآخرون للرئيس. وانزلق جنوب السودان الذي استقل عن السودان في عام 2011 إلى أتون الحرب الأهلية في كانون الأول 2013، حين تسبب خلاف بين كير ومشار في اندلاع قتال على أساس عرقي، ولاحقا وقع الجانبان اتفاقا لتقاسم السلطة يدعو إلى تدريب وتوحيد قوات الفصائل الرئيسية في جيش وطني قبل تشكيل حكومة وحدة الشهر القادم، لكن ذلك لم يحدث وألقت الحكومة باللائمة على نقص التمويل من المانحين. التظاهرات في الجزائر تمتد من العاصمة إلى مناطق أخرى بأعداد أضخم. شهد وسط العاصمة الجزائر تدفق حشود كبيرة من المتظاهرين من مختلف المناطق الجزائرية في يوم الجمعة 8 على التوالي، والأول منذ تولي الرئيس الانتقالي لمنصبه وأعلانه عن تنظيم انتخابات رئاسية في 4 تموز. وملأت الحشود بعيد الظهر وسط العاصمة بأعداد توازي على الأقل الأعداد التي كانت تنزل أيام الجمعة خلال الأسابيع السابقة والتي كانت تعتبر ضخمة
ضخمة بالفعل، وأفيد بأن تظاهرات ضخمة أيضا أقيمت اليوم في مدن أخرى مثل بجاي وتيزي أوزو في منطقة القبائل في شمال البلاد. في ليبيا تمكنت قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا من أسر أكثر من 190 جنديا تابعين لقوات خليفة حفتر جنوب العاصمة طرابلس. إلى ذلك سمع دوي إطلاق النار وانفجارات وسط طرابلس في الساعات الأولى من صباح الجمعة، مع تواصل الاشتباكات بين الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج. ويتركز القتال بشكل أساسي حول المطار الدولي المهجور ومنطقة عين زارة. حث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات القضائية على توفير محاكمة عادلة لمؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج في بريطانيا في الوقت الراهن، والذي تطالب الولايات المتحدة بتسلمه. وقد ألقت الشرطة البريطانية القبض على أسانج في لندن بعدما سحبت الإكوادور اللجوء الدبلوماسي الذي كانت منحته له بعد 7 أعوام قضاها متحصلا في سفارتها. أخبار من العالم في التقرير الآتي مع داني حرب. أعلنت روسيا عن خطة توسعية طموحة لتأمين موطئ قدم لها في القطب الشمالي، وقد كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خطط لزيادة شحنات البضائع على الطريق البحري في القطب الشمالي، فمن 20 مليون طن متر في عام 2018 ستصل كمية شحن إلى 80 مليون بحلول عام 2025، وذلك بفضل الكاسحات الثلجية النووية. ولدى روسيا 4 كاسحات وهي بصدد بناء 3 كاسحات إضافية، كما أنها بحلول عام 2035 ترغب روسيا في امتلاك أسطول مكون من 13 كاسحة ثقيلة، 9 منها تعمل بالطاقة النووية. كما سيتم توسيع الموانئ على جانبي طريق البحر الشمالي وتحديدا مورمانسك في شبه جزيرة كولا وبيتروبافلوفسك كامشاتسكي في شبه جزيرة كامشاتكا. فوفقا لبوتين سيتم أيضا ترقية الموانئ ومنشآت البنية التحتية الأخرى على طول الطريق، ويقول إنه تم دعوة الشركات الأجنبية للاستثمار في مشروع إعادة الأعمار. وذكرت صحيفة موسكو تايمز أن روسيا تعمل على توسيع وجودها العسكري في القطب الشمالي بقواعد جديدة وزيادة النشاط الجوي والبحري. وأشارت AP أنه مع تقلص الجليد القطبي تزيد فرص استكشاف الموارد والشحن في هذه البقعة الجغرافية. وفي هذه المناسبة تحاول روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الدنمارك والنرويج تأكيد الولاية على المنطقة. الصفحة الأخيرة مع رياضة. هواة الدوري الألماني لكرة القدم على موعد مع أرقام جديدة. نورنبرغ فاز في مبارياته 3 على شالكه، فالمباريات كانت تقام يوم الجمعة. روبرت ليفاندوفسكي يواجه لعنة عدم تسجيل ضد دوسلدورف في 4 مباريات، علما أنه سجل في كل المباريات الأخرى. سجل ماركو ريوس 11 هدفا في 16 مباراة ضد ماينز، وسجل عدد أكبر ضد فيردر بريمن. سجل دورتموند مميز على أرضه في 14 مباراة، لكن في أيار 2018 ماينز فاز على ملعب ويستفالنشتاديون. يمتلك ليفركوزن في رصيده عدد كبير من الانتصارات ضد شتوتغارت، وهذا الرقم هو أعلى من أي فريق ألماني آخر. نهاية النشرة، أنا وطوني نشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.